بنودع سنة وبنجهز لاستقبال سنة تانية جديدة بإذن الله. مع كل مناسبة بتعدي علينا بنحب دايما ان احنا نجدد ونغير في ديكور البيت. يعني لما رمضان يجي نحب نحط الديكور بتاع رمضان، العيد بنحط في عيد الأضحى الخرفان والحاجات الجميلة دي، وفي الكريسماس بنحب نعمل الديكورات بتاعت الكريسماس جدا لأنها من الحاجات الجميلة والحاجات اللي بجد بتدي بهجة للمكان، والأطفال كمان بتحبها قوي. يعني البيت لو فيه حاجة من الحاجات بتاعت الكريسماس أو من الديكورات بتاعت الكريسماس بيبقى بيت مبهج وجميل في الوقت ده في شهر 12. الشوارع، الأماكن، المولات بيبقى الشكل مختلف تماما. فزي ما بقول لكم ما بالكم بقى بالبيت. احنا النهارده معانا المهندسه لمياء صلاح اللي هتقول لنا ازاي نقدر نعمل ديكورات الكريسماس باقل التكاليف والامكانيات اللي ممكن تكون موجوده حوالينا. اهلا بيكي يا باشمهندسه، منوراني وهابي نيو يير. اهلا بيكي، انا هابي نيو يير، مبسوطه انا معاكم النهارده. في البدايه احب اقول لكل المشاهدين كل سنه وهم طيبين بمناسبه السنه الجديده. كل سنة وانتي طيبة وسعيدة يا رب. ميرسي، ربنا يخليك. أول حاجة خالص عايزة أبدأ معاكي بيها الديكورات بتاعت الكريسماس. إزاي نقدر نعمل ديكورات للكريسماس في البيت على حسب بقى مساحة البيت، البيت الكبير نعمل فيه إيه، البيت المتوسط، البيت الصغير، إزاي نقدر نخلي بيتنا مبهج في الوقت ده؟ أنا بشوف إنه أهم سواء بيت صغير أو كبير في حاجات بتكون أساسية بنحتاجينها في الكريسماس، زي مثلا شجرة الكريسماس. مش مهم الحجم قد ما مهم إن هي تكون موجودة وفيها الأكسسوارز بتاعتها. طبعا اكتر حاجه بهتم فيها في البيت سواء صغير او كبير انه السفره، لان بحس السفره هي اكتر مكان كلنا بنتجمع فيه العيله والاصحاب، فدايما بحب احط كل التاتشات فيها بالذات. يعني سواء في بنستخدم الحاجات اللي عندنا، يعني مثلا الكاسات مثلا ممكن تحطي عليه، بتستخدمي بس محتاجه بس مسدس شمع، بتستخدمي الاكسسوارز مثلا زي مثلا الجرز، زي ما حاجات الكور بسيطه والكور في منها احجام، في طبعا احجام صغيره وكبيره. دايما ناخد بالنا من اللي هو الحجم الصغير ان احنا نستخدمه في الكاسات او حتى المفرش اللي احنا بنحطه نفسه على السفره. كل الحاجات دي حاجات بسيطه بس بتحسي ان انت غيرتي المود نفسه بتاع البيت نفسه. حتى وانت تحسي لا انت في جو الكريسماس، جو تاني خالص غير اللي احنا متعودين عليه. طبعا الشموع اهم حاجه، بشوف الشموع بتفرق قوي في شكل البيت. يعني لو استخدمتي، انا طبعا هنا مستخدمه شموع صناعي عشان بتبقى اكتر يعني سيف للاطفال او كده، اكيد اكتر من الطبيعي. بس لو حد يعني ما عندوش اطفال او كده حابب يستخدم الشموع، طبعا يقفل الانوار كلها ويستخدم الشموع. طبعا بحب اللون الاحمر اكيد. بحسها لا بتدي دفء وجو حلو في البيت بالذات كمان في الوقت اللي احنا فيه ده. يعني صح، لان احنا كمان مش يعني فكره الكريسماس كمان بالنسبه لنا يمكن عماله بتتغذى من الافلام بتاعت هوليوود وكده، فعلشان احنا نقرب او نوصل للاحساس الكامل اللي احنا بنشوفه في المشاهد ده، احنا ما عندناش دفايات، معظم البيوت ما فيهاش الدفايه اللي هي اللي في الحطب والحاجات دي عشان نعلق عليها الشرابات. بالظبط، ان الجو عندهم برضو مختلف عننا يعني. بالظبط، فالشمع هيعمل افكت فعلا حلو. بالظبط، سواء بقى في اللي ممكن تحطيه في السفره، ممكن تحطيه في الريسبشن نفسه، ممكن تحطيه في اي مكان يعني، فبيفرق في البيت نفسه. تاني حاجه ممكن نستخدم بقى دي شكل يعني احنا شايفين. اه بصي بقى، انت هنا بترتبي السفره، بتظبطي شكل الديكور بتاع حتى السفره. او بحط دايما بحب استخدم الحاجات اللي هي الوانها قريبه من الفرنتشر الموجود في البيت عندي. حلو. يعني انا هتلاقي المفرش لونه بيج عشان الكراسي مثلا ليها شكل معين. ممكن تستخدمي احمر، ممكن اخضر، بس انا بشوف انسب حاجه للشكل اللي عندي. يعني انا جربت السفره دي اكتر من مره عشان اجيب الالوان دي مع بعض. تحفه والله، معموله حلوه قوي. كاسات سواء كاسات او كوبايات عندك تقدري تستخدميها عادي. مثلا ممكن تجيبي مثلا الشربات الورد، ممكن الكركديه عشان يديكي اللون الاحمر لو انت ما عندكيش الكاسات الحمراء او الكوبايات اللي لونها احمر. يعني هي بصي حاجات بسيطه قوي بس بتفرق في اللوك نفسه بتاع السفره نفسها. اكيد. حتى وده مثلا يعني اهم حاجه شوفي اللي هو الكور دي بتستخدميها في كل حاجه، ممكن على الاباجورات لو ليها مكان تحطيها فيها، ممكن حتى في التويلت، ممكن في الليفنج لو عندك اكسسوارز. كل الحاجات دي بسيطه بس بتفرق جدا في الشكل. والله يا باشمهندسه لميا، انا لو وصلت بسفرتي للمنظر اللي حضرتك عاملاه على فكره هو سهل والله بسيط، خلي حد يهوب ناحيتها لديسمبر اللي جاي. لا يمكن. لا والله على فكره هي حاجات بسيطه بس يعني وسهله تتعمل في البيت. يعني الحاجات دي حلوة مش مكلفه قوي يعني. هو الواحد اصلا يعني التالنت بتاعت يعني ما شاء الله عليكي بصراحه، طبعا انت مهندسه وشاطره وشغلانتك وكل حاجه، بس الست العاديه التالنت بتاعت تجميع الحاجه، احط ايه جنب ايه؟ صح. ايه قدام ايه؟ ايه ازاي بالورب ولا بالزبط. الموضوع ده يعني انا ممكن انا بعرف اشتري
صح. انا بعرف اشتري كل حاجه عجباني حلو ده هات ده بتاع، انما احطهم مع بعض ازاي؟ ده صعب قوي. هو التنسيق بين الحاجات دي هو يمكن اصعب حاجه، عشان كده دايما انا بحاول اجرب اكتر من حاجه، بحيث ان انا لما المشاهد يشوفها يبقى هي يعمل زي، يعني مش لازم يعمل زي او حتى مختلفه، بس يبقى الكونسبت اوريدي موجود. يعني حتى عايز اقول لك المناديل انا هتلاقيني حاطه فيها ورد اللي هو الكريسماس، هتلاقيني حتى برضو نفس الاكسسوارز بستخدمها كل بارت، حتى الشمعدان مثلا اللي هو المسدس الشمع بحط مثلا اللي هي النجوم مثلا الغزال مثلا معروف بيه، اي حاجه الاكسسوارز بتاعت الكريسماس تقدري تلزقيها في كل البارتس اللي في البيت. يعني دي مثلا معمول دي بومبنيره مثلا فيها مثلا الشوكليت، حتى الشوكليت اللي لازق عليه مثلا شكل الجرس، بحيث انه تبقى غير الشوكليت العاديه اللي انت بتستخدميها. هي حاجات بصي بس هي ليها تاثير نفسي علينا ان احنا نطلع بره المود اللي احنا فيه. هي دي الفكره نفسها، وتدينا طاقه ايجابيه. يعني ازاي اختار احجام الحاجه؟ انا شايفه من كل حاجه فيها ليها حجمين او ثلاث احجام بالظبط. في حاجات كبيره، في حاجات صغيره، حتى البوكسز انا شايفه البوكسز هنا قدامنا برده كبير وصغير، الكاندل او الشموع برضو الكونتين بتاعها او الكاسات بتاعتها على حسب هو طبعا حسب حجم الصف. في ناس تحب يعني تقول لك كل ما كبرت الحاجه كل ما بقت احلى، ولا ده بيبقى على حسب مساحه البيت؟ انا بشوف على حسب المساحه، يعني لو مساحه الترابيزه كبيره قوي ممكن احط فيه عدد شموع اكبر. يعني هي مش بكثره الحاجه قد ما هي الحاجه تكون بسيطه وشيك. يعني دايما عندي الكونسبت ده، اشوف المساحه اللي عندي واحط فيها الحاجه. ما ينفعش مثلا احط كل الحاجات دي مثلا في سفره صغيره قوي فهتحسي شكلها مش هيبان كتير. كانه مخزن حاجات كريسماس، يعني فقد جماله. يعني هي جمال الحاجه ببساطتها. فدايما الواحد ياخد باله من احجام الحاجات اللي عنده. وممكن برضو تستخدمي اللي هي لف الهدايا اللي هو لونه مثلا الاحمر اللي هو زي الكرتون شويه الاحمر والاخضر، ممكن تستخدميه كمفرش وما يبانش في الكريسماس، مش هيبان. يعني في حاجات بسيطه تقدري تستخدميها فعلا ومش مكلفه خالص. عشان حلوة لو قوي. الكاسات والشموع انا دول الثلاثه دول عاجبني جدا بصراحه. والشموع دي على فكره دي بقول لك عليها، دي كلها باتري مش شمع بالظبط، وكلها عادي وده كله بيتلزق، يعني ما ياخدش اصلا منك اكتر من يعني 5 دقايق. يعني الكاسات دي اصلا انت اللي عاملاهم، يعني كل ده كاسات عاديه جدا. كاسات عاديه قوي بتحطي فيها شمع، وحتى لو عندك كاسه عادي ممكن تقلبيه الناحيه الثانيه وتحطي الكاندل من فوق او من تحت مثلا، وفوق مثلا تحطي عليه اي اكسسوارز زي كده، عشان يعني تغيري ان يبقى عندك، عشان لو ما عندكيش مثلا شمعدان الحاجات دي. يعني مره جبت شجره صغيره احترت حيره وانا وانا بعلق فيها الزينه، حطيت هنا اخضر، طب ما احط هنا شويه ذهبي، طب الذهبي زاد، طب احط الاحمر بقى. أيوة يعني صح. هو الماتش ميكس ماتش ده لازم تعرف. يعني مثلا زي في دلوقتي مثلا طالع شجر كريسمس ممكن الاخضر، في طول عمرنا متعودين على الاخضر، دلوقتي مثلا في بيعملوا مثلا لونه جولد وفي السيلفر كمان وفي الابيض، فبقت في الوان كمان جديده على حسب الديكور الموجود. بس طبعا المتعارف عليه دايما اللي احنا طول عمرنا بنشوفه اللي هو الاخضر طبعا اكيد، والاحمر دول اهم بحس لونين، يعني بتحس ان هو ده الكريسماس يعني. بس طبعا مع التطور احنا فيه كل شويه بيحصل بيبقى في حاجه جديده يعني بالظبط، حتى دي كمان ليها ترند يعني.